صباح الخير شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. ما مشتك بالقناه، خلي اشترك، فعل الجرس، لايك، تعليق. اليوم فصل الحمر. اكو شي بالجو، نتونس، نخبط لنا طيوبة. هاي الامور، هاي هاي مطير، حكمة مطير، بس ماكو شي يعني يلفت الانظار، مثلا طشار او كوما او هاي الامور. هاي طبعا انتم ما تشوفوها، ودي تشوفوها نقاط، بس هي قصة الطيور، وجه ما ضربة داير. هذا فحل مطاير، هذه كم مره بمطار. خلي اخر شيء تنتج الطيور، نطلع طيره. خوش نزلت نزله شباب، بس هن بيهن كم فحل. طبعا شلنا كم فحل هنا، هم خليناهن المكعكل وغيره. هذا المكعكل ذاك الجو ضعوه، هذا المكعكل. هذا 1 2 3 4 5 6 ذن يدقن جوا الطيور، هاجن فد مرة، هاجن فشلناهن. هسه شوفوا ما شاء الله راح تخبط هناك، والله بارك يا الله وتخبط تدقوله تسوي له شيء. يعني انت اصل حمر فوقها يوم احاول اخبطها. والله يمكن راح تبوقها، اذا نزلت فار راح تبوقها. والله شوفوا شباب، هاي الكومة واكو طشار جوا، هذا تلاحظون ذني 3 4 ذني، وهاي الكومة مالتنا فوقها، وهاي الطشار بس بعدت عليها شوية. طشار مال لانا كومة صغيرة، راحت هناك، راحت راحت يجي. هاي مال حكمة هم مهزومة، شوفوا بعيدة يعني شباب. هذا جو واحدة من المطايا اللي نحكي عليها. حمر جناح حيوان شباب،
هاي لحد ذا على الموسم ندب لنا فد 400 فرخه ونطير بيها ذيك الونسه الزينه. الله فترة بسيطة بس نصف هاي الطيور نبيع الطواير كلها يعني اللي في حلها هاي كلها تصير مفرودة تنعزل برج واحد ذن البراجة كلها تفرغ نذبلنا فرخات إن شاء الله ذبلنا مجموعة الفرخات نتونس عليها. شوف الشباب بالتعليقات يقولون قلانة اللي في حلة وهالأمور هاي الشباب يا مو قلانة شايلين في العشرة في حلة هنا يعني هسه شوفوا كم فحل شايلين. فطبعا باع 1 2 3 4 5 6 7 8 8 في حلة هنا وهنا احتمال ننفت فحل فحلين طابات هنا 8 هذا يمكن أكل أبو حلقات 9 والله بعد يا الله 9 هذا بحلقة البردية الحبش 10 يعني أكثر من 10 في حلة إحنا عازين من الطيور. فطبعا من يعني مثلا كانت 80 صارت 70 هاي مال حكمة طبعا طولنا بعدها مهزومة شباب نازلة خوش نزلة والله اذا هي ذيك البعيدة دا اشوفها ف لا مو ذيك ذيك طيورنا ذيك شوية كومتها ثقيلة قصت والشام اللي هم يبين بالفرة هاي بدأت تجي الشام اللي من تبرم يبين مريش هواية هاي يمكن 4 5 من الطيور نوية لغاية ناخذ فرع على ذني بين ما هاي هنا هم يعني ان شاء الله ينفردن هاي اللي في حلة كلها نبيع الطواير كلها يبقى بس عدد حلو هذا البدرنجي شو طالع شباب شلون بدرنج حلو هاي تو بدها تجهز هذا 1 هاي 2 هاي 3 4 هذا بطق على البطل صبغ هذا عجيب ولا يروح شباب 4 هاي 5 6 7 حلو هذا الفرق كلش حلو شكله طالع نخرجن هنا ونشوف يعني هم شعل بأحمر يصعدن فحلين هذا فحل وهذا فحل هم من خوش طيور العلاج هذا هم بطل خوش طير بس شيء كبير يعني تصعد وجبة مال الفحل ذني اللي جبت من الكسرة هذا 1 من البقية هذا 2 هذين 2 جبت من الكسرة بعدك كم 1 بس ما أدري وين هم بس خوش طور مال الكسرة شباب كلش خوش طور هذا الاخ هذا الاثنين القصاص هذا بعين الصفرة لا تذكروا هذا بعين الشاقل وجهين خبر وجهين حبش عين سودة وجهين صفرة طير حبي خبر هذا مين طحل مقبط خبر اللي في حله جت خلا طير هذا المطار او شنو انت ما طلعت يلا اطلع
لو انفحل تمساح الجو لو ما خات الجو طير. من هذا غريب الطير هذا غريب. ايه شاهد تطيري عالي. خبطوية ذني الخمسة كوك ستة. طيور نوطيور حكمة راح تخبط سوء الصور نفس المستوى. شوفوا هسه شوفوا ذني طيور تمام امورهن. شوفوا ذني خمس سنين قد هاي دق دقين ويجي سوون الطيور هاجس شباب صار كم سنة على هالفرد هذا. اما الطير يميل هذا جنحة واقف هذا الطير لين مقاطع الجنحة. بالف حل هياته جدي اي شباب شوية حفيت لها شوية نزمت راحت مرت اللو صارت قطعة رجعت هسه لما تكلها ومن شوية بعيدة هسه راح تجي يمكن وياها شي ما اعرف هسه ننتظر تقرب ونشوف. المفروض ظل وياها تك تدور حكمة راح تخبط بطير ولكن تخبط بيها. كومات قليلة اليوم ماكو شيء. هاي طيورنا راحت على الفر على السريع ذيك الطيور هم جت تفر هسه بالاخير ما راح تخبط راح ترجع تقول له ما صار شيء رجعت. جت إشارة سريعة هاي الكومة الغريبة جت والله ورانا تصير بطير حكمة يلا يا تشوف الشباب هاي كومة يعني والله عجيب غريب شلون مخبطت ما أدري الشعر مع الحمر اذا يطلع له هيك قبل بوجه ما اعرف شنو السالفه. هاي شاكفه شلون مخبطت ما ادري. هاي شباب فتحت لها بيبان تنزل بعد خلينا نشوف وياها شيء لو وياها والله انا دا حسيت وياها فحل غريب بس هسه طلع اثنين ثلاثه مالت له اي بعد ما ادري يطلع طلع بعده ما اعرف خلينا حطط ونشوف بس ما يحطون لانه ما يحطون بعد وقت. هذا الشاهد من شنو راح الطيور اليوم هم اكو فكه مع الزواجل فهم اردح حطط الحمر قبل لا يبدي يجني الزواجل
حتى اليوم طير اذا سجلت طبعا على الكرخم، يعني سجل على الكرخ تعتبر، ما اعرف شنو النظام، بس هي سجلت اكثر من مره، يمكن بعد لها تسجيل طبيه الكرخ، والله ما ادري، شيء معلوماته مو قويه. شوف شو هذا طلع على 3-4 مرات سوي، هذا هم طلع هسه، ما اعرف اذا باقي شيء غريب وياه هنا ولا ما اعرف، بس هي الطيور ما تحط، ما بيها حطه، جناحها سريع بعده، يعني ما بيها حطه، بس هذا حط الفحل شوية، الظاهر تعبان وما له خلق، هذا شو يسموه طوباني شو يسموه، بس هذا الفحل لأنها مراحة مرتبة. لا تنسون شباب لايكاتكم هالامور هاي، اللي ما مسوي نسي يسويها مخليه يسوي لايك، خبطني يا طيور الله خلي تخرط. طلع داخلنا ما تلاقي ثلاثة، طلع عندنا طلع للبقية، ما صبر يعني شي شباب، كان يجي فعل مثل الخضراء وما ادري وين راح اختفى. ما اجت، يلا تعالي حطي، ما صورت حط والله، عيني شباب وصلنا لنهاية المقطع، السالفة الظاهر طيور ما تحط، عيني اللي ما سوى لايك خليه يسوي لايك، وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد، شوي صار فترة طويلة ما مطيرين الحمر، راح يجي الصيف فشوي خلي نداريكم بالمقاطع مالتها، وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد، تحياتي لكم شباب.